مناسبة لغو سغوتين دفع دي لحاد فصل كسيديداد دوكسيغ أم القرى مقالة بوساس أي لغو قبطي حارة دوكسيغا سي سدو كان لوحا الأبال مريي أرضي حفتسي قرآن كريمكا حمسا عبد الرشيد أي وركن بوساسا نوغا صدرين مناسبة نسوو جرتي سغوتين تدفع دي لحاد أرضي دا فصل كسيديداد اسكول كوم القرى يا أبال مرين تا أرضي دا حفتسي قرآن كريمكا وحنا كقيب غلي معمول كسكول كمعلمين تسكول كواردين أرضي دا سكول كمسؤولين ككلا سعودي مؤسسة المنهاج يتضامن علماء الدين يمرت الشرف كلي أو مناسبة لغو عسمي مسؤولين تكسو قيب غلي مناسبة دا وحي انتو دا بدان لدر دارمين أرضي دا فصل كسيديداد إدوان امتحان كشهادي او فريسان دونا يا ارديدا حفتيسي قران كريم كا ارديدا فصل كسيديداد اي مناسبة سقوتين تلو سمييي ايا مامول كي معلمين تي والدين تي وحصو باري اوغا مهد عليي جهدي اي كسو بحيين مددي اي وحبرشاد سو ودين مامولاها اسكول كوم القرى بوصاصو ابراهيم بسل محمد وحا او شرح ايا او جهد كمناسبة دا ولا ليال حفلات دان وحي كترجمي سا سيدا ايدين مقوتا een ardayda fasalka 8aad ee dhigta madrasada Umar Qura ee magaalada Boosaaso sagootin loo sameeynaayo ardadaas oo laba galaas ka kooban galaas wiilal iyo galaas gabdha iyo arday dhameystay Qur'aanka Kariimka oo tirada u dhantahay 42 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdha iyagana Qur'aanka dhameeyay ayay ka turjumaysaa xafladan waxaan ku raahdaa sharafta badan sida wanaagsan ay u soo agaasimeen ardayda galaaska 8aad iyo kuwa quraanka dhameystay aan u mahadcelineyno ayaan u muqabanay xafladda tan inaan ku sagootino annagoo Ilaahay subxaana tacaala u baryeyno inuu Ilaahay ka dhigo qaar ka mid ah ardayda fasalka 8aad ee munaasabadda sagootinta loo sameeyay ayaa u mahad celiyay waalidiintii maamulkii iyo macallimiintii wax soo baray وسهلا بكم في حفل التخرج الدفعة السادسة للصف الثامن الإعدادي في مدرسة أم القرى ما هدا لك قدال وحامضا إن آن أم هاد علي والدين تنفي مال بنوص وهوري إلا هدا نولد ديارة إن أي إنت كلمة وحبر شذا يدهي نوع هذان وحاك لو أم هاد نغمضا ومن نوغياش الدلقات كبدناء عن هو إن aanu gafaf badan oo waalidku nolo ogeyn ka galay muddo ay maskaxdeeda gacanta ku hayeen dalkeena la qaybsaday dhulka cadawgu taqaano dadkeena la kala wooday ee deerka lagu meeshay reeraan intay doortay shan dowladnimo ma sheegtay hadba nabad dugugu kacsan meel la duugay waxaana inin dalal dooy ku soo duubay شيخ عثمان حاجي درر او كوهد لأيي أفكا علماء الدين كوحاولة دردار مي أرضي دا إلهي كعب سنو الله إنا بوري خالق السماوات والأرض الله سبوي كان يلولك نابوري الله سبحانه وتعالى دادين كنغي الله سبحانه وكريق لعابده الله سبحانه وتعالى قول الله الأسماء الحسنى وصفات وحوية العلا الله إسكالي الله سبحانه وتعالى إنو كعب سنو الغمارمان قار كميدا والدين تاردايدا ودا إسكول كوم القرى وحو قبرتان أيا أردايدا كبرا رجيي إناي وحبرشاد السيوادان هدي مركي هغاقان عرورة هبوريا هكا صوباحا يوردان وبرشا ونهكسان أي مغالا دا سوغو تماعدو وحايمان أسومدون هغاقتو برشا دونا كوري بيكا صوب العبطا قولي قادي كو هغاقان عرورة يددك شوهده ونهكسان آدان برشا دا مغالا سكون نولد كل بدو هغاقسان آليا الله الله تعب يا ايان تهريب تقري ووالد كودي كتاما ييو سنتبي ووالد كودي كتاما ييو سنتبي تعلين تهلكي وآدم بتبر ويل تعلين تهلكي وآدم بتبر ويل الله توحيدك إياه تادن أقواتك حسن عبد الله حسن أكوها اللي يمقع مؤسسة المنهاج أسد عثمان أكوها اللي يمقع تدامن يا إبراهيم آدن جامع وآقو دومي هاد اللد وحبرشاد أهلي قائبين وحايسي ودجير وقه اللي نهم يد وحبرشاد اللي يضحي القرآن كي حفدين تيسيني ناسي ودان برشاد التفسير كينا ودان سيدو كالي علوم تي كالي قفك القرآن كي حفدية علوم تكالي نبا أفوض waxyaabaha aan aragnay waxa ka mid ah ardayga ee quraanka caafimaad ka ah markii dugsiga sare uu yimaado sabab fogaana inuu isgaabiyo xitaa ardada kala soo baxaysana kuwoodi ugu firfircoon inaan markaa ugu wanaagsan kaalimaha fiican gasha
inay horeba kuwan markaa u geynay een secondary gooda ay bilaash ku dhigan doonaan insha Allah taala een 4 sano oo wax way secondary goodan ardayda ayaa gabagabadii waxay abaalmarin gudoonsiyeen iyo shaada sharaf maamulka iyo macallimiinta wax soo barayay maamulka iyo macallimiintuna waxay iyaguna abaalmarinay shaadooyin gudoonsiyeen ardaydii baratay xifdinta quraanka kariimka iyo ardayda fasalka 8aad ee imtixaanka Puntland qaado dhawaan u fariisan doona Xamse Cabdirashid SPC Bosaaso